محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية يعني لاحظنا تراجع طفيف في أداء مؤشر الدولار، وأيضا الدولار بنفسه يعني هنالك حالة من التراجعات بعد عدد من يعني المعطيات الموجودة على المفكرة الاقتصادية، وأيضا يعني نتحدث عن ختامية هذا الشهر. كيف تصف أداء الدولار بالمجمل خلال شهر آذار؟ صباح الخير. بالفعل رغم تراجع الدولار الأمريكي بشكل محدود خلال الأيام الأخيرة، إلا أن الدولار الأمريكي يتوجه لإنهاء هذا الشهر بارتفاع يقارب 1%. الارتفاع الذي جاء في الدولار الأمريكي سببه توقعات رفع الفائدة بشكل متوالي في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، والذي بالفعل رفع الفائدة هذا الشهر ب 25 نقطة أساس. البيانات الاقتصادية التي تصدر من الولايات المتحدة تبدو نوعا ما التي صدرت مؤخرا من ضمنها بيانات مخيبة للأمل، لكن في نفس الوقت هذه البيانات تثبت بأن الاقتصاد الأمريكي ما زال يحقق نمو قد يكون داعم لأن يتوجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار برفعه الفائدة لاحقا هذه السنة. ربما سنشهد رفع الفائدة لست مرات أخرى هذه السنة للحد من الارتفاع الهائل الذي حصل بالتضخم. نعم. هذا اليوم نحن في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التضخمية والتي سيراقبها المتداولون، والتي قد يكون لها تأثير على الدولار الأمريكي، لكن بشكل عام الدولار يتوجه لإنهاء هذا الشهر على ارتفاع لعديد من الظروف والتي منها توقعات الفائدة بالفيدرالي الأمريكي. نعم سركيس، يعني بالحديث عن التضخم يأخذنا مباشرة للمنطقة الأوروبية، وأيضا كان التحديث بالأمس لكريستينا ليغارد حول أن سياسة التجديد النقدي أو تخفيفه لن يؤثر كثيرا على أداء التضخم، ووصفت المرحلة المقبلة بأنها ستكون مرحلة ركود تضخمي. يعني هذه الأنباء وهذا الحديث كيف أثر على أداء اليورو أيضا على اقتصاديات اليورو بشكل عام؟ صحيح، هذه التصريحات التي جاءت من كريستين لاجارد هي تصريحات أيضا مشابهة لتصريحات رئيس بنك إنجلترا المركزي الذي حذر من ارتفاعات التضخم، مشيرا بأن التضخم قد يفوق كل التوقعات. وبالتالي هذه التصريحات التي صدرت من رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم أمس أثبتت للأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي ربما سيكون مجبر بالفعل لرفع الفائدة هذه السنة بأكثر من مرة واحدة. سابقا كان المحللون يعتقدون بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة لمرة واحدة قبل نهاية هذه السنة بقليل، لكن مع هذه التصريحات ومع التوقعات الجديدة باحتمالية ارتفاعات هائلة بالتضخم قد يتوجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة لأكثر من مرة واحدة، وهذا بالتالي أدخل اليورو ليس في موجة صاعدة لكن في حالة من إعادة التسعير ساهمت في تقليل الضغط الهابط على اليورو ليرتفع من مستويات وصلها سابقا هذا الشهر عند دولار وثماني سنتات أمريكية إلى مستويات تداوله اليوم حول دولار وأحد عشر سنتا أمريكي. بالتالي اليورو نعتبر حاليا ارتفاعه على أنه إعادة تسعير لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، خصوصا وأن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة على الأرجح بعدد مرات أكبر مما سيفعل البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي اليورو حاليا في بعض التصحيحات. الآن بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي ككل، هنالك تحديات كبيرة جدا بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا كله يشير لاحتمالية تغير توقعات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة أيضا. نعم، يعني سركيس فيما يتعلق أيضا بالين الياباني لاحظنا تحرك يعني إن صح التعبير مخالف لتحرك البنوك المركزية من المركزي الياباني فيما يتعلق بشراء السندات، وجاء يعني دفع الين الياباني نحو التعافي نوعا ما مقابل الدولار. يعني هل هذا الإجراء كان بصالح الين الياباني؟ ماذا تتوقع لأدائه منذ يعني والوصول إلى هذه المستويات المنخفضة؟ الآن بالفعل انخفض الين الياباني لأدنى مستويات خلال هذا الأسبوع منذ شهر كانون الأول عام 2015، وجاء هذا الانخفاض مع توقعات بالفعل أن يخالف بنك اليابان المركزي العديد من البنوك المركزية الأخرى بتثبيته سياساته النقدية التحفيزية مع أسعار فائدة سالبة، وهذا ما يبقي على عوائد السندات اليابانية ذات عائد منخفض جدا لو قورنت بتوقعات عوائد السندات في الولايات المتحدة في بريطانيا وغيرها الكثير من الدول. والين الياباني انخفض إلى 125 ين للدولار الأمريكي الواحد، لكن يبدو بأن المتداولون الآن
يتوقعون أن يتدخل بنك اليابان لإيقاف انزلاق الين الياباني، وهذا ما أعطى الين الياباني بعض الاستقرار اللي يتداول حول 121 ين للدولار الأمريكي الواحد. لكن بالنسبة للمستقبل ومع توقعات فروقات فائدة أكبر فأكبر ما بين اليابان والولايات المتحدة، فقد نشهد المزيد من الانخفاض في الين الياباني على الأرجح خلال الأشهر المقبلة. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.